المهم لاهي ننبهوكم وننبه الأحرار في موريتاني عن هذا اللي عدل الغزواني خيانة عظمى، وإحنا عندنا لا كلمة حق نقولوها. تم نهار ذين ينقعد لهم هام منه موريتانيا عدلها عن بوليسيه واقف لها في الدبوسو يحكم المهاجرين من قارة قادية فيها النار بها الانقلابات والحروب والأمراض والويلات، دفاع قيسين شمنا نصارى ما عنده لهم شيء. وقبلها مقابل شوي تافه هذا نعرض على تونس عندها أزمات اقتصادية، ما خالق اليوم بلد في العالم ما عنده أزمات اقتصادية، يقير الناس تخلص الأمور وتوزنها ويخلصوها على المدى البعيد. تونس تبقي الفضة؟ قال لهم هذا ما ندور وهي المردة ما لنا فيها قاع، ودفعوه الاتحاد الأوروبي عاد لا كيف تيفاي الطاير صاحبة ألمانيا قاس تونس، وصاحب إسبانيا الدلة شون ماكسو يا غير هم من عند الراس يعرفوا عن حظوظهم اللا شون موريتان اللي ما فيها حكومة فيها عصابة نصارى ذا ما هو دارق عليهم. وهذا ينكتب ذاك في وثائق ما زالت لا يتم الإفراج عنها بعد 15 والله 20 سنة، وترتفع عنها السرية ويأخذ لهم خزوم وما ما يحشم، ولعادوا تركتهم ذيك الساعة حيين لا يشوفوا خزوبات. قال لهم قيس سعيد لا احنا مهم عندنا سيادة تونس وذي المردة ما عندنا فيها. قال المغرب يبقي الفضة ويطير وينزل وعنده شي من المشاريع ما يوفق، قال لهم المردة ما عندنا فيها، ومع انه هو على مرمى حجر من اوروبا. قالوا صراعيها موريتان بعد في التبر عندهم رئيس يوعى اللاميدي ولا هو جايب اخبار ذا العالم، ولا يجيها لقى شوية فرقل ويقعد معاه وتوب يجيب له قطيع راسه ويوقع، ولا عنده ملي حكومة، عنده عصابة كلها عنده ميزانية من المليارات يوكلها يشتروا ديار مرقب وهم يوكلوا خيرها ولا ما هم جاعلينها وطن قاع. هذا هو حال حويكمات موريتاني قديما وحديثا، يقال زمن غزواني يجسدوا نفس الشيء. خذ خيرها ولا تتخذها وطنا، هذا هو المعدن هم ذاك الموريتاني. هاي اسبانيا قلبوها ما خلاو فيها دار ما شراو، وفرنسا وشراو في امريكا وشراو في المانيا وشراو هون في كندا، وبالتالي هي ما وشراو في المغرب وشراو في بلاد اخرى هي ما مهمه عندهم قاع، هي خيراتها لا يحلبوها. وفي حالتها الصبح عمت عليها مادة ثانية لا قاع هم ما قادرين فيهم قاع من عند الراس ما هم قابضينها وطن، لأن هم ما يسوقوا فيها ولا يدواوا فيها ولا يقروا تركتهم فيها ولا هم ساكنين فيها. فيها شي من الخيارات لا هي قبضوه توه ويحوشكوه، وعندما يشوفوا ان الحال لا هي صعاب كلها يطير يحلق قايس ممتلكاته ومسروقاته لها تعق. المهم لا هي ننبهوكم وننبه الأحرار في موريتاني عن هذا اللي عدلوا الغزواني خيانة عظمى، واحنا عندنا لا كلمة حق نقولوها ونوضح الأمور للناس إذا بقات تسمعها وإذا بقات تخليها كذاك اللي فايت. كان موريتاني ما عندها بنية أمنية ولا عندها بنية اقتصادية، وبنيتها الاجتماعية هشة والناس قاع اللي خلايق في بليده ولا حقين ذا القد ما في الحامل صاحب. الحرطاني ما هو حامل البيضاني، والبيضاني ما هو حامل الكوري، والكوري قاع ما هو حاملهم كاملين، ولا قط جبر حكومة تعرف لهم شي، وش من الناس ما جامعوا ما هم ذي الأرض بعد ترابهم ما فيهم ما أحد قايس عن هالجهة. معناها أنهم لين اليوم ينفتح لهم إفريقيا ترفدهم فظفارها، شي من الدول قارة ما فيها اللي رافد خط ومعروف عنهم يتخلصون من طباقتهم وما قايسين اسبانيلياك ما يرحلوا، ودولهم الأصلية ملي ما هي قابلة تستضافهم. وهذه معضلات عن الاتحاد الأوروبي. تصوروا عن الاتحاد الأوروبي لين يعد الحد منكم بحث ذاك لا يجبروا لو قريب من 80 سنة وانفاق شمل المليارات تنو به الجبال، وعنده التكنولوجيا ما هي خاصته، وعنده البنى التحتية الأمنية، وعنده البنية التحتية الاقتصادية، واجتماعيا ما يقدروا يقضوا في الخلاء. هذه الرواية وقفتهم على شفارهم منين وقفوا حميرهم في العقل، وعادوا سنواتهم التاليين هامهم يعدلوها كيجرنالية يعدلوا لها سوترة تانس. هذا اللي معدل أوروبا اليوم معروف راي فم للأمانة، فم منظمات في أوروبا اليوم تعيط بحقوق هذه الناس اللي هي قالوا عن أوروبا متنكرة حقوق الإنسان اللي عند تتكلم بها إن هي أول رجاج انتهك حقوق الإنسان بين أنت قبل رجاج جاها وهامها أنها ترجع شور تونس والله شور موريتان والله شور سينيغال والله دولة ثانية من أفريقيا، ومعروف أنها قارة الإنسان مضطهد فيها أصلا، وأكثرية تقارير حقوق الإنسان ومنظمات حقوق الإنسان تشتغل في أفريقيا، والناس اصلا تهرب شهرهم هم بما انهم الفوق الفوق يقولون دول قانون. قالت لهم منظماتهم عند الله عتوك انتهاك حقوق الانسان، وعن هذه الناس اللي جاتهم لا يشوفوا الله يواسم معها شنو، وذي الناس اللي جاتهم ما تبقى ترجع لدوله اخرى
وحد يبقى يطيح في باسهم يقول عنه لا هي حكمهم عن أوروبا كذا اللي عدت مدتها نظر مخاطرة من عدة جمال. واحدة دخلته مستنقع بلا بعض، والثانية عن هذا اللي لا هي تحكم عنده نقمة عليها عنده حقد لأنك أنت هو قايس أوروبا وأنتم ما يدوركم وأنتم ما يدوركم لو كان يدور مراقع هنا مراقته وقايس أوروبا تقول لهم أنتم هنا لا نحكمون احنا عنكم معناها أنه يدور يفركس فيكم ويدور يكتب ويدور يسرق ويدور كل شيء عدله ويعرفهم اللي هو اللي ورا اللي ورا عنكم ما عندكم بنية أمنية ومشاكلكم أصلا قاع أنتم من روسكم تعرفين بينكم قادتكم إلى حرام مادة ثانية راك لقيت رفتكم غضارها جاية من دول ثانية متقدمة في الجريمة ولا باقي نوع من تفريحهم عنده. على أن هذه المسألة اللي عدى النظام الغزواني هذه خيانة عظمى ويا الله تعرفوا أنتم تظاهروا لياك توقفوا حفل الموسيقى. شوفوا ما اللي هون الرواية دائما نقولها لكم عندنا إزمة شعب ساكت عندنا إزمة حكومات عندنا